اولا هذه الندوه التي تم تنظيمها بمقر المعهد العالي للصحافه والاتصال بمدينه الدار البيضاء بشراكه مع الفرع النقابه الوطنيه بجهه الدار البيضاء، الفرع النقابه الوطني الصحفي المغاربه. اعتقد هذه الندوه مهمه لانها تطرح للنقاش موضوع له علاقه بقطاع الاتصال وعلاقته بالمهنيه الاستقلاليه والمسؤوليه. اعتقد بانه هذا واحد من الاسئله، اسئله الساعه ومواضيع الساعه التي تهم الحقل الاعلامي الوطني بصفه عامه، خاصه الاعلام الوطني اليوم تواجه مجموعه من التحديات، تواجه مجموعه من الاكراهات، وهذا القطاع لا يمكن ان يتطور بمعزل عن الاستقلاليه، وعندما نتحدث عن الاستقلاليه فنتحدث عن المهنيه، مقتضيات مهنه الصحافه، اخلاقيات مهنه الصحافه، ان الصحفي في اي وسيله اعلاميه كان، سواء كان في صحيفه ورقية أو إلكترونية أو سمعية أو بصرية، دائما يجب على الصحفي أن يتسلح أولا بالمعرفة وأن يتسلح بمقتضيات مهنة الصحافة المرتكزة على الحياد والموضوعية والتحري والتدقيق في كل خبر. ثانيا أن الإعلام الوطني بصفة عامة هو مطالب اليوم بأن ينخرط في هذه الدينامية التي يعرفها المغرب وفي إطار ما يصطلح عليه اليوم بالنموذج التنموي الجديد، لأن الإعلام هو دعامة أساسية وهو أيضا ركيزة أساسية في كل مجتمع ينشد التقدم وينشد التطور. لذلك اليوم أعتقد بأن أهم ما يمكن أن نستخلصه من ندوة اليوم وأن قطاع الصحافة وقطاع الإعلام في المغرب بصفة عامة وفي أمس الحاجة إلى الهيكلة، إلى التنظيم، إلى الحماية، إلى التقنين، وأيضا في حاجة إلى أن نعطي الأولوية لسلاح المعرفة. بدون سلاح المعرفة لا يمكن للإعلام الوطني أن يتقدم وأن يكون في مستوى رهانات وتحديات الحاضر والمستقبل. وأعتقد بأنه وزارة الاتصال، أنا من وجهة نظري الخاصة هو أن وزارة الاتصال يجب أن تبقى، سواء كانت تابعة لوزارة الثقافة أو للشباب والرياضة، هي كمؤسسة دستورية وكمؤسسة حكومية يجب أن تبقى. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة هي القادرة بإمكانياتها البشرية، بإمكانياتها المالية، بكوادرها، هي القادرة على أن تساهم في حماية هذه المهنة، مهنة الصحافة، وفي تقنين هذه المهنة وفي هيكلتها. أعتقد بأن الجانب المتعلق بتنظيم المهنة وبضمان وبالدفاع عن الحريات وعن التخليق، هذا من مهام المجلس الوطني للصحافة الذي هو الآن خرج إلى الوجود، ونتمنى أن يتم تفعيل أدوار المجلس الوطني للصحافة، لأن يجب أن نرى في المجلس الوطني للصحافة بأنه يمثل مختلف مكونات المشهد الإعلامي الوطني وبأنه قادر على حمل مشعل التخليق والتطوير والهيكلة والتنظيم.